للحديث أكثر عن أسواق النفط والأسواق العالمية معنا من عمان السيد سركيس تشوبريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي. أهلا بك سيد سركيس معنا. دعنا نبدأ أولا من أسواق النفط، يعني بعد هذا التقرير وتصريحات وزير الطاقة السعودي، يبدو أن الرالي لأسعار النفط الذي استمر لقرابة 6 أسابيع يأخذ استراحة الآن وعودة إلى النطاق الأحمر. هل هذا فقط تصحيح أم أنه يعني أساسيات السوق لا زالت ضعيفة وتضغط على الأسعار؟ أهلا وسهلا بك. بالضبط كما أشرتي حضرتك في موضوع أن الرالي الذي حصل خلال الأسابيع الماضية حاليا يأخذ فترة استراحة، فبعد موجات الارتفاع القوية التي شهدتها أسعار النفط وصلت مستويات تعتبر نوعا ما مرتفعة لو نظرنا إلى أن الطلب العالمي على النفط ما يزال ضعيف حتى هذه اللحظة، حتى مع إعادة فتح الاقتصاد جزئيا. فالارتفاعات القوية التي حصلت سابقا كانت بفعل تخفيضات الانتاج التي أقرتها منظمة أوبك وحلفائها، إلى جانب التخفيضات الطوعية التي قامت فيها عدة دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. لكن الإشارات بأن هذه التخفيضات الطوعية سوف تتوقف، هذا الأمر سبب توقف في الموجات الصاعدة وعادت الأسعار للانخفاض قليلا يوم أمس. لكن بشكل عام أرى بأن الاتجاهات الإجمالية الصاعدة ما تزال حتى هذه اللحظة قائمة، إذ أنه لم يثبت حتى هذه اللحظة انتهاء الموجة الصاعدة. لا أتكلم عن موجات صاعدة ربما تعوض كامل الانخفاض في الأسعار لهذه السنة، وهذا بفعل استمرار انخفاض الطلب العالمي على النفط رغم الانفتاح الاقتصادي التدريجي الذي نشهده حاليا. فربما نشهد حاليا مرحلة من التذبذب، ولا أستبعد أيضا القليل من الضغط الهابط بين الحين والآخر كحركة طبيعية لتوجهات أسعار النفط. لكن أعتقد بأنه في أي لحظة ربما ستعود أسعار النفط لتعوض المزيد من الانخفاض الذي حصل سابقا حتى ولو بشكل مؤقت لبضعة دولارات أخرى نحو الارتفاع. يعني ولكن يعني مع كل هذه الأخبار يبدو أن الضغوط عادت ونرى برنت عاد لمستويات $40، يعني ويحاول التماسك فوقها بعد أن كان عند $42 و$43 في الجلستين السابقتين. دعنا ننتقل إلى الرالي في وول ستريت والارتفاعات الكبيرة التي حققتها المؤشرات في جلسة يوم أمس، والآن نترقب اجتماع الفيدرالي والقرارات التي ستصدر عنها يعني اليوم وغد. كيف تقرأ الأسواق الأمريكية هذه القرارات المرتقبة، وهل سيستمر هذا الرالي رغم كل الاحتجاجات وما يحصل يعني في الولايات المتحدة؟ نعم، ينظر المتداولون حاليا إلى توقعات تعافي الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من هذه السنة، ورغم خفض توقعات البنك الدولي للنمو الاقتصادي في العالم وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. إن كنا نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية فيتوقع انكماش قد يصل إلى 6.1%، لكن المتداولون كما أشرنا حاليا ينظرون إلى توقعات التعافي الاقتصادي. والفيدرالي الأمريكي قدم الكثير من الخطط التحفيزية، حتى أنه أعلن بأنه سوف يخفض الحد الأدنى لبرنامج الإقراض مين ستريت إلى $250,000 ويرفع الحد الأعلى إلى قرابة $300 مليون، وهذا الأمر سوف يفتح المجال إلى الكثير من الشركات لتتقدم لقروض أكبر، وهذا سيشمل شركات صغيرة وشركات متوسطة وحتى الشركات الكبيرة. وبالتالي نرى توجه كبير من الفيدرالي الأمريكي لوضع خطط تحفيزية هائلة لتحفيز الاقتصاد. هنالك أمر رائع أيضا يحصل في الأسواق المالية عالميا. المحافظ الاستثمارية والمتداولون حاليا يعلمون بأن العديد من الشركات ربما تنخفض أرباحها وربما تتعثر شركات أخرى، لكن الرهان الآن يتوجه نحو المضاربة حتى استثماريا في كمضاربة بالسعر السوقي للأسهم على المدى المتوسط والطويل، وهذا يدعم من ارتفاعات مؤشرات الأسهم عالميا بشكل عام وفي الولايات المتحدة أيضا على وجه الخصوص. وكما شاهدنا يوم أمس مؤشر ناسداك ارتفع لمستويات قياسية جديدة، وليس فقط عوض الانخفاض الذي حصل بفعل جائحة كورونا، ومؤشر داو جونز ومؤشر ستاندر أند بور 500 ما زال في ارتفاعات قوية ربما تستمر كما أشرنا وسط التفاؤل في عودة التعافي الاقتصادي خلال النصف الثاني من هذه السنة. لكن الأهم من ذلك هو التحفيزات الكبيرة من الفيدرالي الأمريكي وكذلك تريليونات الدولارات التي قدمتها الحكومة
الأمريكية، مما يزيد من تحرك ودوران السيولة داخل الاقتصاد ويستفيد منها أسواق العائد المرتفع على حساب الإيداعات البنكية أو الاستثمار في الأصول ثابتة العائد، وهذا ما يدعم المزيد من الارتفاعات في أسواق الأسهم الأمريكية. شكرا لك سيد سركيس تشوباريان، وأنت محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب، شكرا لك.